ده يا جماعة السلام عليكم. بالأول أخباركم إيه حبايبي؟ إحنا دلوقتي في سيوة وداخلين على البيت السيوي. البيت ده من ألف يعني ده الطراز اللي كان ببني عليه البيوت هنا في سيوة من 1200 سنة، فإحنا هنتفرج على الطراز القديم للبيوت بتاعتهم. طبعا دلوقتي اتغيرت شوية بس لسه في حاجات منها هم محتفظين بيها. كانت البوابة عبارة عن كده، عبارة عن 2 شجر يعني جذعين شجر، وتدخل كده من البوابة بتاعتهم. اوكي، ده البيت من بره. ده كده مدخل البيت المفروض، عبارة عن جذع شجر برضو. ادي بص السقف عامل ازاي، دي زي تعرف عاملين زي القاعة يعني المقعد، بنسميه المقعد. ادي المقعد ده بقى المفروض يتجمعوا فيه الرجال طبعا مش الستات. كلها مبنيه بايه؟ الكرشيف. الكرشيف؟ الكرشيف اللي هو بيبقى الملح، حجر صخري من الملح. النخل اللي فوق دي شايفها؟ وادي السقف يا جماعه. النخل ده بيقعد 350 سنه. جيري بيقعد 350 سنه. ايوه جيري كده. بيتفك بيتروح مكان تاني. سبحان الله، يعني بيفكوه ممكن يبنوا حته تانيه. شوفوا قد ايه المتانه، يعني شوفوا قد ايه الحاجه. بصوا ده كده يعني ايه، كانه كده برضو حته كده ممكن يحطوا عليها حصير او كده وينام فيها. اهو مكان للنوم برضو معمول بالحجر. وادي الحجر. تعليقه الرشاقه يا جماعه. دي الرشاقه بتاعتهم زي الشماعه يعني. الشماعه بالظبط كده. دول برضو كذلك برضو بيحطوا، وبرضو برضو هنا برضو اهو حاجتين يعني حتتين من جزء الشجره برضو يعلقوا عليهم هدومهم فوق خالص كده، بس كانوا طوال الظهر. شايفه التعليق فوق قوي. ندخل جوه تاني. ادي كل الحكايه دي سراير اعتقد بتاعتهم. لا لا دي اعداد. اعداد كلها؟ دي قعدات. بناموا على الارض اكيد يعني. ساعات لو في مثلا في ميعاد عرب ولا حاجه. او ضيوف. او ضيوف المكان ده كل الناس بقى. ده كده يعني كده ده يعتبر الريسبشن بتاع البيت. تعالى كده ندخل على البيت السيوي بقى. تعالى بقى ندخل على البيت السيوي بقى نفسه. ده كده الريسبشن. ادي برضو السقف. دي بقى ده الزي بتاعهم. ده الزي بتاعنا العروسة بتلبسه ليلة الدخلة. سبحان الله سبحان الله. بصوا ده الزي بتاع العروسة اللي بتلبسه المفروض في ليلة الدخلة بتاعتها. تمام كده. وده البيت اهو. بصوا الباب الخشب شكله عامل ازاي. ده باب. بص الباب عامل ازاي بتاع الأوضة. بصوا السقف عامل ازاي. فوق في ايه يا جاري؟ في حاجات حلوة فوق. دي بقى دي اسمها الرقعة، دي اللي بتلبسها ليلة الدخلة. اللي بتحطها على وشها. دي بيسموها رقعة فيها 1000 زرار. ياها، بيحطوا لها 1000 زرار. 1000 زرار هي طبيعتها كده. لازم الرقعة يبقى فيها 1000 زرار، يعني ده تقليد كده لازم للعروسة. ايوه طلعنا بقى الدور التاني. ده الدور التاني اظن واضح جدا. ادي الابواب. برضو ده زي اشرح لك حاجه واحده. اتفضل. ده بقى زي العروس اللي عندنا اللي هيتجوز. العريس. العريس. بيلبس سديري وجلابيه بيضة. أيوة. وشنه كده حمرا. تمام. يعتبر عريس ده عندنا. ده كده بقى البدله بتاعته. دي بقى اسمها المعموره اللي عندنا. المعموره دي اللي بيحطوا فيها يعني ليله مثلا الجواز، صباحيه العروس مثلا. تمام. بتحط فيها حاجات اكل، مش حلويات كلام من ده. لا كحك وريبه. حاجات احنا بنصنعها ايه بايدينا بايديكم. دي اسمها تيسيت. تيسيت دي اللي بقى بتحط الحاجة فيها بتوزعها عليها. زي الصينية. تمام. ودي بقى العقدة. ده بقى اللي بتلبس العروسة ليلة الدخلة. تمام. دي الاكسسوارات بتاعتي. وفي حاجة تانية عندنا برضه في حاجة دول. بصوا الأساور. شايف الأساور؟ ولا خورخال ده؟ أوضح لك الحتتين دول. أقول دي بقى بتلبسها العروسة قدام. لو العروسة مثلا مطلقة بتلبس واحد ورا واحد ايه؟ واحد قدام. من غير ما حد يسأل، من غير ما تسأل. لو مطلقة تلبس واحد بخلاف واحد. واحد عشان تعرفي مطلقة. لو جوزها مثلا متوفي ترميهم فين؟ الاثنين ورا. لو متوفي ترميهم الاثنين ورا. يعني وهي ماشية في الشارع زي الدبل عندنا مثلا. بالظبط. بس خلاص الحاجات دي اتلغت دلوقتي. تمام؟
ده بقى ايه الفستان او العروس اللي بتلبسها الصباحيه الصباحيه يوم الصباحيه الابيض تمام. وبعد كده ده يعتبر ميزة الشغل عندنا تشتغل بيه ما تشتغلش بده لا تشتغل بده تشتغل بده ده برضه النظام السديري برضه ده للرجاله بقى لا للحريم برضه الحريم برضه وده برضه الفستان برضه زي التلت زي اللي بره بالظبط ده اللي فيه الزراير بقى فيه الزراير بصوا الشبابيك يا جماعه بصوا الشبابيك ده بقى دي الطبيعه بتاعتنا دي البيوت بتاعتنا اللي موجوده يعني في بيوت موجوده حاليا لغايه دي البيوت الاصليه موجوده لغايه دلوقتي الناس بقى اتفرنجوا ابتدوا يعملوا بيوت بالطوب والكلام بالظبط انما دي البيوت الاصليه وبعدين بيقول لك في الصيف ما تبقاش حر وفي الشتاء ما تبقاش ساقعه ابدا عشان مبنيه بالايه بالملح الكرشيف الكرشيف اللي هو النسبه في الجو الصخر الملحي صح كده الجو الحار اللي زي شهر 6 شهر 7 هتلاقي تحس ان الجو رطوبه سبحان الله بقى صندوق العروسه اللي بيحطوا فيه الاغراض بتاع العروسه ساعه ما تروح على بيت جوزها بتحط فيها الصندوق بتاع العروسه بتاع الهدوم بتاعتها ده بقى الثوب بس نفس اللي احنا وريناه هناك بالظبط دي اسمها المشانه دي بتتفرش في الارض بيقعدوا فيها بدل ما يقعدوا طبعا البيوت القديمه البيوت بتاعتنا القديمه مفيش موكيت زي دلوقتي لا الفرش ده بيحطوه كده على الارضيه بيقعدوا فيه جميل ميعاد زي ميعاد اكل مثلا بيفرشوه بصي كله من الطبيعه كله من جريد النخل دي بقى الملايه دي اللي بتلبسها المراه السويه لغايه دلوقتي انا شفت واحده ماشيه بيها السويه لابسه بتلبس ده لغايه دلوقتي انا شفت واحده فعلا ماشيه بيها دلوقتي اسمها الملايه بالظبط لو لاحظت ان اي واحده لابسه في الشارع هتلاقي لابسه اسود مش ممكن هتلاقي غير اسود بس انا كنت لابسه واحده زي اللون ده لا في الجلابيه في الجلابيه يا الجلابيه لازم سودة الجلابيه سودة وفيها الملايه لو طلعت من بيت بيت اخوها وبيت عمها بيت خالها لازم تلبس اسود نفس البيت يعني مفيش 50 متر تمام لازم تلبس اسود سبحان الله لازم دي بقى دي الطابله بقى او الدف اللي احنا بنستعمله الافراح بتاعت سيوة جميل قديمه جميل تمام جميل دي بقى دي اسمها بسيوي تزنها اسمها تزنها دي دلوقتي بيعلموا فيها الاطفال العوم في الميه يعني بيربطوا كده بالحبل كده على ظهره كده بيرموا العيل ايه في الميه يقوم يفضل يطوف برضه والحاجات دي اللي بتلبسها برضه العروسه نفس العروسه وقلنا لو لابسه اتنين من قدام تبقى هي اول جواز بتبقى متجوزه أيوة. لو واحد وواحد واحد قدام واحد ورا تبقى مطلقه لو الاثنين ورا تبقى ارمله ده اسمه قربوب ده اساسا كان بيكيد فيه الشعير او القمح مكيال او الذره تمام اسمه تمام. أربو. ده اسمه اقدح يعني دي كميه اكبر شويه اقدح برضو باللغه بتاعتكم الامازيغي اقدح دي اسمها المرجونه دي بتاخد 5 ساعات دلوقتي خمس ساعات يعني دي مرجونه يعني لو كلها مكاييل لو 5 من دول هيملوا دي مكاييل يا جماعه كلها بس باللغه الامازيغي دي اسمها كيسيت زي ما احنا شفناها هناك الصينية كيسيت كيسيت ممكن بيستعملوا الاغراض الثانيه ايه بقى بيحط العيش ساعه ما في ضيوف مثلا يفرش المفرش يحط العيش فيها بيقدمها ايه تمام لو عندنا ضيف مثلا جاي برده ممكن بنحط فيه الحاجات الحلوه اللي عندنا مثلا بلح باللوز بلح بالشوكولاته بلح بالفراوله ممكن بنقدمه برده ايه كضيف يعني يحطوا فيه تمام اوكي دي اسمها المرجونه دي بتخزن فيها العيش ايام زمان مرجونه لو حضرتك افتكرت امبارح قلت لك العيش بيقعد عندنا ممكن 10 ايام 15 يوم ما يبوظ بصوا يا جماعه في الارجونه دي سبحان الله هي مصنوعه من ايه يا جيري دي مصنوعه من سعف النخل جميل الطبيعه ان كل حاجه طبيعه رائعه ده اسمه اقروش ده كنا بنستعملوه يعني بس في نوع بيكون ايه يعني في اوراد في يعني في مطرز كده طبعا الاول كان ما فيش حمامات في البيوت في الاوضه بتاعت العريس مثلا تمام لا ياخد الغيار بتاعه الصبح بدري بعد الفجر كان بيطلع بيروح اي بير يستحمى في يحط هدومه الاغراض بتاعته فيها لو عايز يدخل حاجه للبيت من غير حد يشوف برضه يحط فيها الحاجات دي كانها شنطه بالظبط لو مثلا بيت مثلا عند بيت مثلا غلابه او يتامى جنبي ما بيحبش يشوف حد يشوف ايه الاكل اللي هو موديله او الحاجه يحطه هنا يداريه يحطه داريه عشان يوديه مكان من غير ما حد جميل بينه وبين مين بقى بينه وبين ربنا سبحان الله دي اسمها يا جماعه احنا بنستعملوها دلوقتي عندنا في سيوة دي اسمها المرسالة دي بنصطاد فيها العصافير والله طب ازاي يا جماعه يعني العصفوره طايره ازاي دي بتصطاد بيها لا هي بتتحط كده بصوا يا جماعه بتتحط ده كده تمام وتحط له حبه غله كده حبه غله يا لوك تاكل الغله يا لوك تدخل في المكان ده تيجي ايه يا سبحان الله بص بقى يوم يقفل عليه يصطاد عصافير جميل دي اللي بيطلعوا بيها العسل او اللجبي
في او في الجمار في النخله. اه لا اسمه لوكاف، بيتحط مثلا مؤاخذه على الحمار على البرداع عشان يقعد عليه، عشان يقعد البرداع. عليه البرداع بالظبط، يقعد البرداع. بس كلها بصوا يا جماعه كلها من 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 اللي هو من الشجر من ايه من ده اسمه ايه السعف، السعف بتاع الجريد، الجريد بتاع الشجر. بص كل حاجه طبيعيه اسمها طورية. طورية دي اللي بنستعملها دلوقتي فاس بنقلب فيها الارض كانها فاس بتاعتنا. ده اسمه الفرخ. الفرخ ده برده كان بنحط فيه الزيتون او البلح بتاعنا اللي بنجمعوه في المزارع. جميل. يلموا فيه ال برضو اسمها المعامير زي نفس الاغراض اللي هناك دي برضو للعيش برضو لاي حاجه تتحفظ. دي اسمها المربوعه او المضيافه عندنا. دي المضيافه يا جماعه، المضيافه. بص الاوض اهي، الاعداد، ودي الطبليه بالاكل، ادي الشباك بتاعها، ادي الشباك. وكل قبلي بقى ده شك بقى ايه عموديا بقى. على الشمس. شوف الشمس ده فين دلوقتي عندك. بص عمودي على الشمس عشان تتخلك الشمس على طول. بالظبط، عشان الاوضه اسمها اوضه بتاعت غرفه الشتاء. اسمها غرفه شتاء. غرفه نشتي ده اسمها بالايه امازيجي، غرفه نشتي يعني غرفه بتاعت الشتاء. غرفه نشتي. تمام، ده الفرن، يقعدوا فيها. ده الفرن بتاعنا. بص الفرن ده تمام، بيحط بقى اي حاجه، يحط الحله بتاعته او الصوص عشان تحط الحله. بيحط النار هنا بيخليها تطبخ يعني. بالظبط. تمام. دي يعتبر طاسات الشاي بتاعتنا بتاعت القديمه. ده البراد بتاعنا. بص معمول من الفخار من الطين يا جماعه. دي بقى المغرفه والمعلقه نلزم الحله. تمام، معلقه دي بقى الصوني بقى اللي بيحط فيها الاكل. تمام. اصعب ثانيه، اصعب اصعب. ودي الطبق. بص كله فخار، كله فخار، كله يا جماعه، كله طبيعي، كله من الطبيعه. ده اللي انت شايفاه اسمه ازيواء نواون، ده اللي بيحط فيه الحاجات بتاعتنا يعني، بيعلق فيها الحاجات بتاعتنا. تعليق يعني زي رشاق يا جماعه، زي رشاق يا جماعه اهو، بنعلق عليه اي حاجه. ودي السقف، شوفوا السقف اهو. اسطح يعني، ده الاسم يا جماعه باللغه الامازيغي. ايوه الامازيغي. اسطح نطابنت يعني سطح، اسطح نطابنت يعني المكان اللي احنا بنخبزه فيها فيه العيش بتاعنا، اللي بنخبز زي فيه زي مكان الفرن. دي الفرن اهو، شايفين الفرن، ادي الفرن ده بيستعمل لغايه دلوقتي. ده بقى الناس بيستخدموه زي الفرن الفلاحي بالظبط. تقعد هنا بقى وتخبز بقى قاعده هنا وتخبز هنا بالظبط. وبصوا عاملين ثقوب من فوق ازاي عشان يطلع يجي الهواء من فوق، مش سد زي اللي هم الافران الفلاحي، لا بتبقى من فوق مسدوده. بصوا عاملين فيها ثقوب من فوق ازاي، ثقوب. وهنا تحط ال وادي الرحايا عشان يطحنوا بيها الحبوب. وده الحمام بتاعهم، مجرد حمام. بصوا اهو هو خرم وخلاص، وده الحمام بتاعهم. يعتبر يعني كده يا جماعه، هو ده البيت السيوي. يا رب تكونوا انبسطتم، ويا رب تكون اتمنى لكم مشاهده سعيده.